تم تصميم برنامج إشراق لسد أي نقص في الكوادر المتخصصة في هذا المجال. أيضا نقوم بخلق فرص وظيفية للراقبين في دخول هذا القطاع. أيضا نتعاون مع شركات القضائية في أن نجعل قطاع الأقضية أحد أهم أبرز قطاعات اللي ممكن عن طريقها نسق الكفاءات المواطنين نجعلهم يساهموا بشكل أكثر وأكبر في مستقبل دولتنا. أيضا يساهم التسام البرنامج هذا في مساعدة الشركات كيف فعلا نقدر نوصل للكفاءات الإماراتية اللي هي اليوم متواجدة وموجهة لهذا القطاع ونحقق أيضا مستهدفات التوطين المطلوب منا أن نحققها في هذه الفترة. البرنامج طبعا احنا حددنا فيه عدة إجراءات. نبتدي أولا باختبارات تقييم الكفاءات، من ثم ننتقل إلى مرحلة الإرشاد المهني، بعدها ننتقل إلى التدريب العملي على المهام في بيئة عمل واقعية اللي هي من ضمنها طبعا مع 19 شركة اللي بدينا فيها. هذه هي عبارة عن 19 شركة، هذه مرحلة، لأن في المرحلة القادمة إن شاء الله راح نوقع مع شركات بشكل دوري أكبر وأكثر.